إذا عمل هذه الأعمال يوم النحر يرجع إلى منى، يرجع إلى منى ليبيت بها ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، ثم مع غروب الشمس يوم 12 قبل غروب الشمس يجوز له أن ينفر من منى ويرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال، الجمرة الكبرى العقبة ثم قبلها الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، لأن هذا ترتيبها من منى، من منى أول ما تأتيك وأنت في منى الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الرمي يرمي بعد الزوال إن تيسر له، وإن لم يتيسر فقد رخص بعض أهل العلم في الرمي قبل الزوال، لكن السنة أن يكون بعده، وهذا هو الذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الجماعة البخاري ومسلم وأهل السنن. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نتحين الزوال فإذا زالت الشمس رمينا، رواه البخاري وأبو داود. نتحين يعني نراقب الزوال، والأمر في ذلك إن شاء الله كما قلت سعة، لا سيما مع الزحام الشديد. إذن الرمي يوم 11 والرمي يوم 12 والمبيت ليلة 11 وليلة 12 لمن تعجل، ليلة 13 لمن تأخر، ومن تأخر فهو أفضل. قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. الأيام المعدودات هنا أيام التشريق، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، 11 و12 و13. الأيام المعلومات وشي؟ أيام عشر ذي الحجة، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والحاج يجمع في الذكر بين الأيام المعلومات والأيام المعدودات، فتكون كل عباداته وكل فريضته وموسمه ذكر لله عز وجل. وقد وصف العلامة ابن القيم رحمه الله سياق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج إلى أن قال: فلما أكمل الرمي رجع من فوره ولم يقف عند جمرة العقبة. والرمية الأولى، الجمرة الأولى لا بأس أن يقف عندها وهو الأفضل ويدعو، والثانية، أما الثالثة فلا يقف عندها من باب التيسير والتسهيل. إذا قبل أن تغرب الشمس يوم 12 ويوم 13 أيضا يحق لمن تعجل أن يغادر منى، أن يغادر منى قبل غروب الشمس يوم 12 والمتأخر يوم 13. إن غربت عليه الشمس قبل أن يرتحل وهو مستعد فلا بأس، أما إذا كان غير مستعد فالأفضل في حقه، وبعض أهل العلم قال يلزمه التأخير.